نبقى في عالم الفن والثقافة، إذ تتواصل فعاليات مهرجان الدوحة المسرحي في دورته 35 التي تقام تحت شعار 50 عاما وأكثر. يستمر المهرجان الذي ينظمه مركز شؤون المسرح حتى 29 من الشهر الجاري، ويشهد 13 عرضا مسرحيا متنوعا، منها عروض جامعية وعروض لجاليات عربية مقيمة في الدوحة. للمزيد عن هذا المهرجان نرحب معنا هنا في استوديو شبابيك بالسيد تيسير عبد الله، وهو رئيس وحدة الاتصال والإعلام لمهرجان الدوحة المسرحي. أهلا وسهلا بك معنا سيد تيسير. مرحبا نادين، مرحبا شبابيك. وفي البداية لا بد أن أوجه الشكر للعربي، سجلت حضور كبير جدا في المهرجان، إضافة كبيرة للمشهد الثقافي العربي، وبصراحة دعم رائع من قناة العربي لهذا الحدث الفني الكبير. شكرا لحضورك ونسعد بذلك بالتأكيد. هذا المهرجان، مهرجان الدوحة المسرحي، هو من أقدم المهرجانات. صح. في المنطقة. هو الأقدم. هو الأقدم. هو الأقدم. هو الأقدم. هو الأقدم. هو 1980 انطلق، الآن 35، احنا توقفنا بعض السنوات، لكن هو الأقدم فعلا. يعني. ما الجديد في نسخة هذا العام؟ لا، الجديد طبعا تماما يختلف هذا العام. يعني الجديد مثلا نحن 13 عرض كما قدمتي، العام الماضي كنا تقريبا 8 عروض. الجديد إدخال الجاليات العربية أيضا، وهي تجربة جديدة بالنسبة لنا، ربما تتوسع التجربة مستقبلا ونأخذ جاليات أخرى وإبداعات أخرى. الجديد أيضا حجم الضيوف أيضا أكبر، بدأوا يتوافدون اليوم. الجديد النشر، إحنا يعني أيضا طبعا يعني نشر يعني كتابين، الجديد نشرة مواكبة مع التقنية الحديثة، مع PDF يعني بعيدا عن الورق، أشياء كثيرة في الواقع. نعم، بالتأكيد سنتحدث عن هذين الكتابين، لكن نعرج بداية على المشاركين على العروض، خاصة أنه كما تفضلت بالقول هذا العام فتح الباب. صحيح. أمام مشاركة مواهب جديدة أيضا. صحيح. مشاركة عرب مقيمين. صحيح. في الدوحة والشركات الخاصة كذلك. صحيح صحيح فعلا، يعني هو المهرجان مقسم تحت مظلته كما قدمتي نادين، المواهب يعني جمعنا مجموعة مواهب لأول مرة يصعدون على المسرح وقدموا عمل في الافتتاحية الحادث والكائن. الجاليات أيضا عندنا فقط جاليتين، السودان واليمن، واليوم عرض اليمن، وأنا أراهن على هذا العرض، حضرت أمس البروفة، عمل رائع حقيقة، في زخم فني وتراثي يمني رائع. ماذا أيضا؟ نعم، الفرق الخاصة، المؤسسات الخاصة في قطر، 5 مؤسسات خاصة تقدم عروضها، بالإضافة إلى الفرق الأهلية الرسمية. أيضا مركز شؤون المسرح غدا تحديدا سوف يقدم ليلة المهرجان، وسوف تحت عنوان 50 عاما، 50 عاما وأكثر. شوفي أخت نادين، 50 عاما، على فكرة المسرح القطري الاعتراف فيه رسميا صار في 1972، يعني تقريبا 75 سنة، لكنه عمليا كان قبل ذلك، لكن الاعتراف، عشان كذي احنا يعني 50 عاما وأكثر، 50 عاما رسميا في الواقع. طبعا يعني هذه الأوام أو هذا الاحتفال بالغد يأتي احتفاء بهذه المناسبة الذهبية للحركة المسرحية. صحيح. في قطر، ما هي أبرز المحطات التي يمكن اختزالها؟ راح إذا تقصدين غدا، واضح التصور عندنا، سوف نقدم عملا توثيقيا تكريميا غنائيا استعراضيا غدا بحضور سعادة وزير الثقافة إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن، وحضور الضيوف والمهتمين والمبدعين والإعلاميين كذلك، وهذه دعوة للعربي أيضا. راح نقدم عرض إن شاء الله خاص مدته يمكن 20 دقيقة، نختزل فيه إرث المسرح القطري خلال 50 عاما. سوف نكرم غدا كبار المبدعين الذين أثروا الساحة الفنية والمسرحية في قطر. سوف نذكر بالأحداث الكبيرة التي مر بها المسرح القطري، جوائز، مهرجانات، كتاب، مبدعين. كل هذا سيكون يعني تحت إشراف الفنان ناصر عبد الرضا. إيه؟ المخرج، مخرج ناصر العرض غدا. نعم نعم، نعم. مخرج العرض ناصر عبد الرضا هذا العرض. صحيح. وقلت لنا سيتم تكريم عدد. صحيح. من المسرحيين. احنا أخت نادين حتى المكرمين دخلناهم في نسيج العمل الفني. يعني سوف يصعدون إلى المنصة ويحظون بتكريم سعادة الوزير، لكن احنا دخلناهم في نسيج العمل الفني، يشاركون في العرض أيضا. هل يمكن الكشف عن أسمائهم؟
لا موجود، الكشف موجودين وواضح ونشرناه، ولعل هذا الكتيب يختزل الثلاثة الكبار وهم مكرمون. من أجيال مختلفة، هم المكرمون غدا نادين تسعة في الواقع، لكن الثلاثة هذول اخترناهم احنا كمركز شؤون المسرح، يمثلون ثلاثة من رواد المسرح، هذا جيل الرواد، الفنان محمد أبو جسوم، الفنان الكبير غازي حسين يمثل جيل الوسط، الأخ حمد عبد الرضا الذي مسك لواء الإدارة والمسرح والإنتاج، الجيل ما بعد الوسط، وهناك أجيال حالية راهنة، كذلك الفرق المسرحية القطرية نعطيها مساحة نحن لكي ترشح فنانينها ومبدعيها اللي قدموا، لذلك غدا المكرمين سوف يكون عددهم تسعة تقريبا. يعني وحقيقة كل المسرح سوف يكرم في الواقع متكامل، وهو يأتي كل هذا يأتي تحت مظلة الاحتفال وأحياء أهمية صحيح. المسرح صحيح. في قطر. ما هي الفعاليات التي تنظم على هامش هذا المهرجان؟ احنا يمكن تحديدا الندوات، الندوات حقيقة نادين تحظى بشعبية جارفة بل تكاد تنافس العروض، يعني جمهور العرض دائما يأتي للندوات وتصبح المسجلات بين النقاد وبين المؤلفين والمخرجين، لذلك حقيقة بس يمكن هذا العام احنا ما حطينا الجوائز حقيقة، آثرنا أن لا تكون في جوائز يعني كانت الجائزة أن نقدم العروض، أن نشارك في المشهد المسرحي بالضبط والجمهور كذلك، لكن الجوائز عندنا وجهة نظر معينة فيها، لذلك احنا فقط نقدم العروض هذا العام. كتابان كما تفضلت في بداية هذا الحوار تم إصدارهما، يعني لترسيخ هذه الحركة المسرحية، أهم محطاتها أهم معالمها، وهما مسيرة المسرح في قطر وكتاب المسرح والبحر. فعلا احنا فخورين فعلا أن مركز شؤون المسرح يتبنى إنتاج وطباعة وتوثيق هذين الكتابين، والمسيرة المسرح 50 عاما للكاتب العربي الكبير زهير غزال، كذلك هنا المسرحي أحد رواد المسرح في قطر عبد الرحمن المناعي، وهذه الرسمة تحديدا هو للتشكيلي العراقي الكبير إسماعيل عزام، وهذا بحث خاص فعلا عن المسرح. لو سمحت تعلي إيدك شوية فوق إن شاء الله بس لحتى يعني المسرح كمان. والبحر للعلم، يعني المفارقة الحزينة أن مؤلف هذا الكتاب المسرح والبحر توفاه الله قبل المهرجان يمكن بأسبوعي في الواقع، لذلك يعني على كل حال رحمه الله ندعو له بالرحمة يعني هذا، وسوف نستمر في عملية إصدار الكتب لأن حقيقة نثري المكتبة الثقافية في قطر والعالم العربي بمثل هذه الكتب. يعني بناء على كل ما أخبرتنا به، كيف تتطلعون إلى مستقبل المسرح في دولة قطر؟ مبشر بالخير، الدولة مهتمة، بس يبقى القطاع الخاص يجب أن يتحرك. أي بشفافية أكلمك أنا، الدولة لديها مهرجان مسرح، لديها فعاليات درب الساعي وفعاليات أخرى، معرض الكتاب على فكرة احنا أيضا في معرض الكتاب راح يكون لنا نشاط مسرحي القادم في 12/6 إن شاء الله، معرض دوحة للكتاب الدولي. إذن كدولة مهتمة في الواقع وتدعم المسرح وما زالت تدعم، لكن نتمنى أن يتحرك القطاع الخاص وأن يكون شجاعا في طرح أشكال مسرحية أكثر. يعني أشكرك جزيل الشكر تيسير عبد الله، رئيس وحدة الاتصال والإعلام لمهرجان الدوحة المسرحي، وكل التوفيق لكم في مسيرتكم الثقافية. بارك الله فيك. شكرا.